نبدأ الآن بالفيرست أوبجكتيف وهو الهدف الأول من my writing a paragraph about a tourist attraction in your country. يعني كتابة فقرة عن معلم سياحي في بلدك. إذن هذا هو الموضوع العاشر فعلياً من ضمن المنهاج ومن ضمن المطلوب من مواضيع التعبير هو الموضوع العاشر والأخير. إذن كتابة فقرة عن معلم سياحي في بلدك. طبعاً هذا الموضوع موجود عندنا بكتابنا الأكتيفيتي بوك كتاب الأنشطة والتمارين ببيج 60 بالصفحة 60. عندنا هون نص هذا الموضوع وهو من المواضيع تعد البسيطة. إذن هو الموضوع العاشر write about a tourist attraction in your country. حطيت لكم أنا هون ليزر حتى تقدروا تشوفوا أكثر بوضوح. أبامي إذن an ancient site on the bank of the Orontes River, about 44 kilometers from Hama. It overlooks the Gap Valley. It has great ruins that tell us about its history, and people can learn about many different cultures and peoples. In the Roman city, there are columns and high walls. You can climb up the hill to the medieval citadel. The view from the top is incredible. At sunset, you will be astonished when you see the buildings change color. You can get there by car or bus. نبدأ الآن بشرح هذا الموضوع حتى يكون سهل بالنسبة إلنا نكتب موضوع مشابه لهذا الموضوع. إذن العنوان كتابة فقرة عن ماذا؟ عن معلم سياحي في بلدك. إذن معلم سياحي تمام؟ إذن attraction معلم وtourist معناها ماذا؟ سياحي وين في بلدك؟ طيب نبدأ بس أكدوا لي لو سمحتوا إنه أنا الخطوط اللي عم حطها هل هي يعني بنفس الزمن أنا عم بحكي فيه يعني مثلاً الآن أفهمية. نبدأ الآن إذن أفاميا، أفاميا بيقولوا لها باللغة العربية أفاميا، هي عبارة عن ماذا؟ عن موقع قديم. شوفوا سايت معناها موقع، وانشنت معناها ماذا؟ معناها قديم، إذا هي موقع قديم. أن على ماذا؟ على ضفاف نهر العاصي، أورنتس ريفر، تمام؟ The bank هاي معناها ماذا؟ على ضفاف. والأورنتس ريفر هو ماذا؟ هو نهر العاصي، تمام؟ طيب كوما فاصل لسه الآن ما انتهت عندي هاي أنا الجملة about حوالي 44 كيلومتر من حما. إذن هي تبعد حوالي 44 كيلومتر عن ماذا؟ من حما. إذن from حما تمام من مدينة حما نقطة. خلصت عندي أنا هاي الجملة الابتدائية. It هي هاي لمين عائدة؟ على الأبامية صح؟ It overlooks يعني هي ماذا؟ تطل على ماذا؟ على سهل الغاب Gap Valley. إذا تطل على ماذا؟ على سهل الغاب وأيضا نقطة تمام؟ طيب It has هي يوجد فيها ماذا؟ Great ruins. Ruins معناها آثار وGreat رائعة. إذا هي فيها ماذا؟ آثار رائعة ذات التي مين هي الآثار الرائعة؟ تلأس تخبرنا about حول its history حول تاريخها. إذن هدول الرونز هدول الآثار تخبرنا حول تاريخها. تاريخ مين؟ تاريخ الأبامية صح؟ طيب and people والناس كان يستطيعون learn أن يتعلمون about حول ماذا؟ many different cultures and peoples حول ماذا؟ شعوب peoples هاي معناها شعوب. لو أنه مفردة people معناها ناس ولكن الناس لما جمعناها وحطينا حرف الاس صارت ماذا؟ شعوب. إذن الناس يستطيعون أن يتعلمون حول الشعوب هاي peoples والcultures اللي هي ماذا الcultures الحضارات المختلفة العديدة different مختلفة متنوعة تمام و المني هي العديدة. إذن الناس من هون الناس يستطيعون أن يتعلمون حول حضارات مختلفة عديدة وأيضا طبعا شعوب هي تابعة للحضارات. إذن شعوب أيضا مختلفة وعديدة تمام. طب خلوني أنا هون أغير حط الهايلايتر ممكن يكون أسهل بالنسبة لكم. إن هاي أول كلمة اللي هي إن يعني في الرومان سيتي يعني في المدينة الرومانية تمام. There are هنالك يكون ماذا؟ columns. columns عبارة عن شو؟ عبارة عن أعمدة تمام. و high walls وأيضا ماذا؟ جدران مرتفعة high walls نقطة. طيب شو بنقدر نحن نعمل بالRoman city؟ you can climb up يعني أنت تستطيع ماذا؟ تستطيع أن تتسلق the hill
يعني الهضبة إلى وين؟ إلى الميديفال سيتيدل، يعني إلى القلعة، بيقولوا القلعة الوسطى أو قلعة القرون الوسطى، تمام؟ إذا أنت تستطيع أن تتسلق إلى هناك. طبعاً نقطة، انتهت هذه الجملة. The view، خلينا نحط لكم الآن لون آخر. The view، الفيو معناها ماذا؟ معناها المنظر. المنظر from، من، from the top، من الأعلى، من أعلى هذه القلعة، is incredible، يكون ماذا؟ incredible معناها مدهش. إذا المنظر من الأعلى مدهش. At sunset، يعني عند غروب الشمس، sun هي الشمس والست والغروب، تمام؟ إذا عند غروب الشمس you will be astonished، أنت ستكون ماذا؟ يعني مندهش. astonished، تذكروا لما مرق معانا هذا بالword families، هاي الكلمة astonished معناها مندهش، وهي شو؟ هي يعني adjective، صفة. إذا أنت سوف تكون ماذا؟ مندهش. when، عندما you see، عندما أنت ترى البيلدينجز، البيلدينجز معناها ماذا؟ الأبنية. change color، أنت عندما ترى ماذا؟ الأبنية تغير لونها. نقطة، you can get there by car or bus. شوفوا هالنهاية قديش بسيطة. أنت تستطيع أن تذهب إلى هناك بواسطة ماذا؟ بواسطة السيارة، car or bus، بواسطة ماذا؟ الباص. إذا شوفوا هاي الجملة الختامية جدا بسيطة، أنت تستطيع أن تذهب إلى ذلك المكان بواسطة السيارة أو الباص. طبعا أنا بالملف أيضا حطيت لكم ترجمة هذا الموضوع باللغة العربية.